استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من اتحاد الغرف السياحية. وأكد رئيس الحملة المستشار محمود فوزي خلال اللقاء أن قطاع السياحة له أهمية كبيرة في دعم اقتصاد الدولة. من جانبه أشاد وفد اتحاد الغرف السياحية بما حققته الدولة من إنجازات وتنمية في جميع المجالات، وبما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من استقرار وأمن خلال 9 سنوات الماضية ودعمه المتواصل لقطاع السياحة، وهو ما انعكس على النهوض بقطاع السياحة بمصر.